لو الحكاية فيها إن فيديو. الناظر يحذر من تناول الأطفال عقاقير الميترونيدازول مع تطعيم الديدان. قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية أن التطعيم ضد الديدان المعوية مهم جدا للقضاء عليها في جسم الأطفال، محذرا من تناول الأطفال عقاقير دوائية تحتوي على مادة ميترونيدازول. وأوضح الناظر أنه يجب عدم الحصول على أي أدوية إلا بعد مرور 5 أيام من التطعيم ضد الديدان، وذلك لعدم وجود تفاعل بين الدواء والتطعيم، والذي يسبب مرضا جلديا يسمى جونسون، والذي يعمل على تدمير الخلايا الخارجية للجلد مع ظهور حويصلات وتآكلات في الجلد والأغشية المغطية. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق حملة قومية خلال شهر فبراير للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية على مرحلتين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية. وقالت إن الحملة تستهدف قرابة 12 مليون و500 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية ما بين سن 6 سنوات إلى 12 عاما، مشيرة إلى أن الحملة سيكون لها أثر إيجابي بالغ على صحة التلاميذ ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية المهمة.